في ايه يا شوقي؟ انا مش فاهمه اي حاجه يا اخويا، كل شويه تتصل بيا من تليفونك، افتح عليك اقعد اقول الو الو ما بتردش عليا، ارجع اتصل بيك اقول لك الو تقفل السكه في وشي. هو في ايه يا اخويا؟ انا مش فاهمه حاجه. والنبي اطلبيني، عايزه اكلمني. نعم، وانت شارب حاجه يا شوقي؟ تليفوني اتسرق. قول كده بقى. ماشي، اتفضل يا اخويا. ايوه يا شوقي. حلوه بالامانه، حلوه وعجبتني. بقول لك يا شوقي، شلني من دماغك احسن لك. عينيا، بس بالله عليك تخلي بالك من العده، اصلها غاليه. فيصل من تليفونك. ليه وتليفونك ماله؟ ما بيردش عليك ولا ايه؟ انجز يا كارم. ها يا فيصل، معاك شوقي. يا شوقي بيه؟ بقول لك ايه؟ الصورة اللي بعتها على تليفوني بعتها دلوقتي على تليفون كارم. ايه ده؟ هو انت كنت محتاجها؟ محتاجها؟ اصل انا يعني قلت ان صوره اختك يعني عدم لا مؤاخذه يعني ما ينفعش تفضل على العده عندي، فمسحتها. بس انت المره الجايه قول لي وانا اعمل لها حفظ. خبيث. اقفل يا فيصل، اقفل. في ايه يا شوقي؟ في ايه يا شوقي؟ في سفت. في زفت يا كارم، زفت. في زفت.